متابعينا الاعزاء، مع العم ابيمن صادلك وشرقرق على المخيط. هذا شرقرق على المخيط صادل عم ابيمن. شايفين كيف الشرقرق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الاعزاء. العم ابيمن صاد شرقرق. صار طبعا هذا الشرقرق اليوم. اسمع شوي عشان المتابعين يحيوه. طيب على اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين طبعا كيف ما شاء الله ما اجمل الريش. طبعا ريشه طلعوا كيف؟ لا لا مش قوي. ريشه طبعا جميل جدا. لقته مش قوي. شوفوا كيف ما اجمل الريش. هذا احنا هذا عنا بنسميه الشرقرق. متابعينا الاعزاء ايش بتسموه عندكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات ايش بتسموه. هذا طبعا احنا بالنسبة لنا هذا ما بناكله ولا، بس يعني هو اجا وقف على العود، على عود المخيط ونصاد. حبينا نعرضه لكم وتشاركونا شو اسمه في بلدك، شو اسمه عندك، تاكلوه ما بتاكلوه، ايش بتعملوا فيه. شوفوا ما اجمله. طبعا جابوا العم بيمن اليوم صادوا على المخيط. شوف ما اجمله، روعة. شوف زرقك طبعا راسه عامل زي راس البطة. بكر هاي خد عمو بيمن طير. طبعا متابعينا الاعزاء العمو بيمن بده يطيره. شوف مع ابيمن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خليه يفلت لحاله. مع السلامة. يلا مع السلامة. يلا يلا مع السلامة. يلا يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.